صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بالحلقه الثالثه الجديده بالشانل اللي بتختص عن تربيه الحمام. ونبلش يلا بالحلقه. قلنا رح نحكي عن الطاجن اللي هو بيت الزغلول، هو البيت اللي بيحتضن البيضتين، بتحط فيه الانتيل بيضتين. مثل ما قلنا بهذيك الحلقه رح نحكي عن موضوع الطاجن. في كتار برابين بحبوا يفرشوا فرشه التراب مع رمل مع بحص، وبيجيبوا صدف البحر وبيكسروه وبيفرشوا الطاجن. انا هالطريقه صراحه ما كتير بحبها. ليه؟ لانه اول ما يفقس الزغلول بكون مغمض عيونه، بكون صغير كتير، رقبته بتروح يعني ما بيتحكم بحاله، فمن قاره بصير يخبط بالتراب وبالرمل وبالصدف، يمكن يعمل له مشاكل تنفسيه، بيعمل له مشاكل، بصير يبلع الرمل يعني بتسبب له مشاكل بتأذيه. انا بحب فرشة القش كتير منيحة وكتير مهمة. القش بيمتص البكتيريا الميكروبات، بيمتص زرق الزغلول يعني مثل اسفنجة. بتحط تحت القش كرتون صغيرة وبتحط عليهم القش. رح اقربكم شوي على الكاميرا وتشوفوا كيف بعملها. هذا هو الطاجن. وبتجيب انت قش من الحقل متوفر، فيك تشوفه مثل قش يابس بهالطريقة وتحطه بالطاجن. ليه كيف حطيتهم أنا؟ بطريقة ما عبيته لبابه. ليه؟ لما يقلب البيض تقريبا ثلاثة ارباع وأقل من ثلاثة ارباع. بهيك بهالشي بيجوا البيضتين هون بترقد عليهم الانتاية. ولما يفقصوا بكون كمان الزغلول تحت مستوى الحفة هون. اوكي، مثل ما قلنا ما تعبي القش للاخر، خلي يكون تقريبا قد ثلاث ارباع الطاجن كرمال ما يوقع الزغلول برات الطاجن. الطاجن هو كتير اساسي بالسلاكه، لانه الطاجن هو بيت الزغلول الصغير. هذا بيته يعني مطرح ما بيفقس فيه لا يفطم، هذا بيت الزغلول. وتخيلوا اذا ما في طاجن بالسلاكة بتبيض الانتاية، بصير الذكر والانتاية يدحسوا على البيضتين، وانت بتكون مش مصدق يصير عندك بيض، مش مصدق. بظرف خمس دقايق بكون مكسرين البيض. بس بقى ممنوع تطلع بالزغليل وعم تاكل من اهلها، ممنوع تدق فيه. انت بس بتنظف، بتغير مي، بتحط مرتين بالنهار اكل، من بعد 10 ل 15 يوم انت بتطلع على الطاجن. اذا فيه زرق كتير يعني مجوي، اوكي، صار فيك من بعد 15 يوم تشيل الزغليل منهم وبتغير القش. بكون انا قلت لكم انه بتحطوا كرتون صغيرة تحت القش، بتحطوا القش عليها. هيدي مفضلة، انه بعد تجربة انه بتحط كرتونة كرمال احلى، هيك بتمتص كل شيء زرق. لكن قلنا من بعد 15 يوم اذا بدك تنظف الطاجن وفي مواد تعقيم، يعني مفضل كرمال ما يصير فيه مثل برغش صغير، مثل بصير اوقات بصير في برغوت على كثرة الروايح، لانه الزغاليل بتزرط كتير قد ما بتاكل، يعني الاهالي بتزقمها، ساعتها بتشيل الزغاليل على جنب وبتنظف الطاجن. هذا كل شيء بالنسبة لفرشة الطاجن لليوم. قلنا لكان الطاجن هو بيت الزغلول بالسلاكة، مهم يكون عندك طاجن مش كتير كبير، يعني يكون يعني تقريبا 15 ب 15، يعني ما يكون كتير كبير ليساعدن زغلولين يعني بقلب الطاجن بيكون. اوكي، هي بالنسبة لفرشة الطاجن. بتمنى تحطولنا لايك وسبسكرايب مثل كل مرة. بحلقة الجاي رح نحكي موضوع كتير كتير بحير المربيين، حتى المربيين المحترفين بحيرهم، كيف تعرف الذكر من الانتاية بالحمام. موضوع عن جد انا وصارت معي، يعني على اساس كان عندي ذكر انتاية، فكرتهم ذكر انتاية طلعوا انتايتين، كيف عرفتهم؟ رميوا اربع بيضات. الحمامة نو واي، ما في حمامة بتكب اربع بيضات. هيدي يعني ما في حمام بكب اربع بيضات. لما شفت انا هالشوفه طلعوا انتيتين. اوكي،
هيدا موضوع بقلكم كيف تعرفوا الذكر من انتاية. هلا الذكر عنده جعرة، يعني عنده صوت ذكورة هديلة تبول الذكر الحمام، عنده صوت يعني مثل الجعرة. رح نتعرف كيف انه بتميزوا الذكر من انتاية. هيدي بحلقة الجاي رح نشوفها. اوكي، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. يلا باي.